ولمزيد من المعطيات تنضم إلينا مباشرة من فاس الدكتورة سمية الدسولي طبيبة عامة. مرحبا بكم دكتور، وشكرا على تلبيه دعوتنا. إذن كيف ما تابعنا وعلى خلفية هذا الحادث هذا، مديرية ديال وزارة الصحة بني ملال صدرت واحد البلاغ، أولا كتحث فيه المواطنين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأضرار الصحية المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة، وعبد الصمد الطعام أشار إلى 48 درجة مسجلة بهذه الجهة. اليوم تكلمنا على الفئات اللي هي أكثر عرضة لهذا الخطر ديال الإصابة بضربات الشمس، تكلمنا على الأطفال، على النساء الحوامل، على الأشخاص المسنين أو الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة. شنو هي المخاطر ولا المضاعفات دكتورة الممكن يتعرضوا لها هذه الفئات من خلال ضربات الشمس؟ أهم المضاعفات اللي كتعرض لها هاد الفئات هذه العمرية هي أنها أولا كتنشف من الماء، كتكون هاد الفئات العمرية أصلا عندها أمراض مزمنة كثيرة وكتكون حساسة لأن درجة الحرارة تكون طالعة، دونك كيتنشف لهم الذات ديالهم من الماء، ولوفت أن الذات ديالهم تنشف لهم من الماء كتخلي أنه تقدر تطلع لهم درجة الحرارة حتى 40 وجسم ديالهم ما تيقدرش أنه يهبط هاد درجة الحرارة هذه. كتقدر دير تلف حتى في الأنسجة ديال المخ وحتى في الأعضاء الحيوية بحال القلب وبحال في الجهاز التنفسي. كتلقى الواحد عنده خفقات ديال القلب اللي هي كتزاد، كنلقاو التنفس اللي كتزيد السرعه ديالو بشكل كبير، كنلقاو الواحد كيبدا يتعرق بواحد الشكل اللي هو كبير، خصوصا اذا كان هو اصلا ما كياخذش الاحتياطات ديالو. شنو اخر من غير هذا الشيء؟ هذا تيقدر اصلا منين كنشفوا حنايا من الماء بزاف ديال الوظائف اللي كدار في الجسم ديالنا ما كتبقاش دار بشكل سليم وبشكل كافي. وكيكونوا هاد الناس اصلا ديجا عندهم بزاف ديال الامراض المزمنه، داكشي علاش كيكون كتشكل لهم درجه الحراره العاليه خطوره اكبر من فئات العمريه الاخرى. ولكن ماشي هادشي اللي يقتصر فقط على الناس المسنه، حتى الاطفال الرضع، لان اطفال الرضع من غير انهم كيكونوا فراجيل وسنسيبل كيكونوا ما يقدروش يعبروا على انهم جاهم العطش مثلا، دونك حنايا اصلا ما تيخصناش نساين وحتى يجينا العطش باش نشربوا الماء مثلا، ولكن حتى الى جاهم العطش ما كيعرفوش يعبروا، دونك تيخص نردوا البال سورتو لهاد جوج فئات هادو. دكتور طبعا كيف ما كيعرفوا المشاهدين اليوم 25 يوليوز كيدخلوا الصمايم، هما هاد الفتره اللي كتمتد تقريبا حوالي 40 يوم واللي كتكون معروفه بارتفاع درجات الحراره. يمكن هاد العام حسينا بان درجه الحراره جات مرتفعه بزاف. شنو اليوم النصائح اللي يمكن تقدموا دكتوره للمشاهدين اللي كيشوفونا لتجنب الخطر ديال الاصابه بضربات الشمس، خصوصا كنشوفوا اليوم العطله الصيفيه الناس كيمشيو للشواطئ كيمشيو للمنتزهات وكيبقاو ربما لساعات طويله تحت الشمس؟ اول حاجه اللي ننصح بها الفئات العمريه الكبيره اللي مسنه، اولا خصهم يشربوا الماء مزيان. هذا الماء اللي كنشربوه على حسب الوزن ديال الواحد، يعني الا كان الواحد الوزن ديالو خفيف كان فلاميغ يعني رقي وقت يقدر يشرب غير 1 لتر حتى 1 لتر خدمي يطرو حتى لتر ونص ديال الماء. الا كان الواحد الوزن ديالو كبير تيقدر يحتاج حتى 3 لتر ديال الماء، خصوصا الا كان هذا الشخص هذا كيتعرق بزاف اولا كيدير واحد المجهود عضلي كبير اولا كيمشي جوستمون تحت الشمس. هذه اول حاجه، اذا الماء خصنا دائما نشربوا الماء، وقبل ما نطلبوا قبل ما الجسم ديالنا يطلب الماء. ملي حنا كنحسوا بالعطش كيكون الجسم ديالنا محتاج الماء ديك الساعه، حنا غنعطيوه قبل ما يطلب لنا الماء. هذه الحاجه رقم واحد. الحاجه الثانيه خصنا نهتموا بالاملاح المعدنيه. الاملاح المعدنيه هما اللي تيخليوا داك الماء يبقى لنا في وسط الاوعيه الدمويه وما يخرجش باش ما نزيد غطاوش. دونك هاد الاملاح المعدنيه كاين بزاف ديال الطرق اللي نقدروا ندخلوهم. الطريقه الاولى هي اننا ناكلوا الخضر اللي تتكون فيها الاملاح المعدنيه، ناكلوها بشكل كافي، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه كنقدروا ناخذوا الاملاح المعدنيه من عند الفارماسي، تيكونوا واحد الخنيشات كنديروهم في الماء كنشربوهم، دونك تيعاونوا الجسم ديالنا باش يحافظ على الاملاح المعدنيه، يبقى فيه الاملاح المعدنيه يبقى فيه الماء ما يزيد غطاش. هذه الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه، هاد الناس اللي مسنين ولا اكثر عرضه للمخاطر ديال الاصابه بضربات الشمس، من الاحسن اصلا في هذه الفتره هذه ما يخرجوش للشمس ما بين الوقت ديال الظهر حتى العصر، وإذا كان واحد عنده أصلا أمراض مزمنة من الأحسن حتى المغرب يحاول يتفادى يخرج للشمس. إلا خرج للشمس تيخص من الأحسن إما يبقى في الظل، يعني هو غادي يخرج لبرا يبقى في بلاصة فيها الظل، يدير أن شابو يدير شي قبعة، يشرب الماء مزيان، يقدر يدي معاه شوية الماء يبقى يرش لراسو على راسو الماء فيما يحس بلي البشرة ديالو بدات كتنشف، يشرب كل شوية، دونك هادشي إلا مشى تعرض للشمس. من غير هادشي الا كان بقى في بلاصه اللي هي
يعني ماشي برا، دونك يقدر انه يحاول انه البلاصه اللي هو جالس فيها يخليها بارده، يعني منين يجي تجي الشمس يدير يهبط الريدو، منين تبرد شويه الجو يحل الشراجم باش البلاصه تبرد شويه، يقدر يخدم مكيفات هوائيه ولا رياحه. المهم خصو يحافظ على ان درجه الحراره تبقى دائما مضبوطه، والا حس الواحد بانه بداو كيجيو بعض الاعراض ديال ضربات الشمس، خصوصا بحال مثلا درجه الحراره كتطلع له بزاف تقدر توصل حتى ل 40، ولا تيحس بنشوفيه في الفم ديالو ولا في الشفايف ديالو، ولا في مثلا مثلا بدات خفقات القلب كتزاد، ضربات القلب كتزاد، بدا كيحس بضيق في التنفس. دونك الى حس باعراض من هذه تيخص ديك الساعات كنتعاملوا معها بنفس الطريقه اللي كنتعاملوا مع اللي طلعوا السخانه، كناخذوا بحال كمادات فيهم الماء كنديروهم سورتو في الجهه ديال العنق وفي الجوايه فين كيدوزوا العروق الكبار في الذات ديالنا باش كنهبطوا درجه الحراره اللي عنده. دونك تيخص الواحد يبقى هذا الشيء يعني يدير الوقاية قبل ما يوصل. طبعا دكتورة الوقاية هي أفضل من العلاج، تكون خطيرة تقدر تكون مميزة. شكرا جزيلا لك على كل هذه النصائح القيمة دكتورة سمية الدسولي الطبيبة العامة، شكرا لكم، كنتم معنا من مدينة فاس.